قبل قلت انت ان الوالد متوفى وكم عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات صحيح. طيب، لانه في نقطه هنا مهمه جدا، بعض الناس تلقى عمره 40 يقول لك والله انا يتيم. عمره 40 لا يتيم اللي ماتك ابوه. اي لا، في الحديث لا يتم بعد احتلام، يعني بعد البلوغ ما يسمى يتيما، فهو كان في سن لا كان يعتبر يتيم. تفضل، ايش عندك؟ طيب، في البدايه انا الموضوع هذا دائما اتكلم فيه واتكلم فيه بكل فخر، يعني ما استعيب منه، رغم انه الناس تظن انه قاعد استعطف الناس، لكن انا فخور لان ابوي اصلا انتقل لرحمه الله ولبس البدله العسكريه، فلذلك انا ما استحي اقول هذه المواقف. في موقف انا تعهدت انا واستاذ اني لن انسى هذا الموقف. يوم كنت صغير كنت استلذ بالشخص اللي كان يرحمني في المناسبات، كنت ادور الاماكن، يوم ادخل مناسبه كل اب ياخذ ابنه ويحتضنه، انا كنت ادور الشخص اللي يقول يا بسام تعال اجلس جنبي عشان ناكل، فما كنت ألقى هذا الشخص. يوم من الأيام كان عندنا رحلة مدرسية وأنا صغير، فجميع الآباء وقع على ورقة أنه يكون الأستاذ الفلان مسؤول عن ابنه في هذه الرحلة. فأتى رجل عظيم جدا، الأستاذ عبد العزيز الرشيد، تحية له، يستاهل فعلا تحية. فلما الجميع اجتمع أنا أبي أروح، لكن أنه أنا يتيم، فجاء الأستاذ عبد العزيز قال هذا أنا أبوه، وقع الورقة. وطول رحلتي يمكن عاملني افضل من معامله الجميع، مو استنقاصا فيهم، لا، كل استاذ قام يعامل الطالب اللي معه الا الاستاذ عبد العزيز عاملني افضل يمكن من معامله لولده. والى الان يتواصل معي كل فتره يطمن عني وعن امي وعن اخواني، وكان كل فتره يسالني وش عندكم؟ ناقصكم شيء؟ رغم انه الحمد لله ما كان ناقصنا شيء، لكن فقط عطفه ورحمته لي الى الان لن انساها. فما بالك لو فعلا دفعت 300 ريال على جمعية تحتوي يتيم منذ الصغر، ممكن أنا من 9 سنوات في غيري من أصغر من هذا السن، ففعلا شيء جدا عظيم ومبلغ جدا بسيط. يا فهد، صراحة كلمات من ذهب، ما نتركك يا فهد راسي أبدا. أنا ولدك، بأخذ محل عبد العزيز أبدا، أنا ولدك يطلع رفع قدرك. لكن جميل جدا لما تسمع هذه الكلمات ممن من داخل الصندوق على قولته، ممن جرب المعاناة. أنا ما ودي إني أخذ بك منعطف حزين ولا دراما ولا، فهمتني؟ حتى برضو لا يفهموني والله ودي أحرك المشاعر واستعطف، لا أبدا. لكن أنت الآن عارف قدر عبد العزيز. نعم. كم لك؟ كم لي من وفاة الوالد؟ لا، كم لك من الإنسان هذا عبد العزيز؟ عبد العزيز يمكن لك كم من افترقته يعني؟ أو لا، إلى الآن ما افترقنا. هم بارك لي في البرنامج، وأيضا سأقف خلفك يا بسام في دخولك للبرنامج، وقلت له لن أنسى هذا الموقف وسأذكره في البرنامج وسأذكره إن شاء الله في نجاحاتي القادمة، لأن فعلا هذا الأثر لن أنساه. يعني لدرجة أنه كان يقول لي، عندي الوالد عنده أرض، كان يقول لي أنا مستعد أبنيها من حر مالي، وإذا كبرت أنت وإخوانك يا بسام تكملون أو تسددون المبلغ. فهذا دلدل على معدنه. صحيح صحيح، يستاهل والله، لو قدامنا قبلنا رأسه يعني. نعم، يستاهل. لكن كلمة بسام أغنت عن محاضرات وأغنت عن كلمات. فلما يكون فعلا يخرج إنسان جرب اليتم وفقد فعلا الوالد ثم وجد اليد الحانية وخرج هذا النموذج اللي هو مشرف يا بعد راسي. أي والله بسام، الله يسعدكم يا جميع، هذا الخلق وهذا الشاب الجميل خلوق النبيل الذي يحفظ حتى الجميل، يحفظ الجميل. يعني هؤلاء الأيتام بكرة اللي أصبحوا نماذج مشرفة للمجتمع بناءة ما ينسونكم. والله زي ما بسام ما نسي، ما ينسونكم، ما ينسون إن والله الذي سبب وصولنا لهذه المكانة وهذه النجاحات هم أولئك الذين يمكن حتى ما عرفوا أسماءنا. صح، والله ما ينسونكم من الدعاء. نعم. وإن فرضنا حصل نسيان، الله لن ينسى، ما كان ربك نسيا. نعم. الله ما ينسى، والأجر محفوظ وقدركم محفوظ إن كان عند الناس، عند رب الناس جل وعلا. لكن كما قلت نفخر ونسعد لما يكون فعلا هؤلاء الأيتام يخرجون مثل بسام، صلى الله يبيض وجهه من اسمه. لذلك فعلا فعلا إن لم نقف نحن معهم من يقف؟ صحيح. الجمعيات هذه، جمعية رؤوم في رفحة وغيرها من الجمعيات، إن كان أهل الخير والبذل والعطاء، الدولة ما تقصر، دولة خادم الحرمين، نعم، حكومة خادم ما تقصر. نعم. الدعم يقدم بالملايين.
صحيح. ما يفتح باب بدر ومع منصة إحسان إلا عشرات الملايين من خادم محمد سلمان حفظه الله وولي عهد محمد سلمان إلا يقدمون الملايين، لكن هم قدموا ما عليهم وفوقها زيادة. أنت وش قدمت؟ أنت وش قدمت؟ أنت وش بذلت؟ مو بذلت للناس، بذلت لك أنت. أنت ترى ما تقدم، تقدم نفسك، تقدم زيادة مالك، دفع بلاء عنك، شفاء مريض لك، تفريج كرب عنك، نجاة من في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة اللي نجاه لك، ثم أيضا تنجو من النار. ترضى، اتقوا النار ولو بشق تمرة تتقيها بما تقدم، ثم تدخل من باب الصدقة. من باب الجنة ثمانية، من ضمن باب الصدقة تدخل الجنة من باب الصدقة. فماذا قدمت لنفسك؟ أسأل مولى عز وجل أن يرفع قدرك. آمين. اللي بيوضي روح، احنا بنصلي خلاص. أسأل مولى عز وجل أن يعطي منفقا خلفا، اللهم اغنهم وبارك فيهم واخلف عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما يقدمون بركة في مالهم، شفاء لمرضاهم، تفريجا لكرباتهم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كلامنا انتهى، اللي عنده مشاركة يضيفها قبل ما نصلي تفضل. الحين يقول مسح راس اليتيم أجر صح؟ أكيد نعم. المجلس قبل. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك الحمد، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. موضوعنا القادم أقول لكم ما هو ولا لا؟ لا خلها شوف راي.